السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشوني وحشوني وحشتوني. النهاردة ان شاء الله هنعمل رز بلبن. الرز بلبن مكون من ايه؟ 2 كيلو لبن مغلي، ده كريم شانتيه، فانيليا، طبعا الرز، 2 كوباية رز، معانا سكر، التحلية طبعا حسب الرغبة، معانا كريمة لباني. كريمة لباني دي لو مش موجودة انا باخد وش اللبن وبحوشه في الفريزر لما عاوز اعمل بيه اي حاجة بعمل بيه. ومعانا هنا شوية نشا، وحاطين المية على النار. هنغسل 2 كوباية الرز دول ونروح نسقطهم فين؟ في المية اللي على النار. وكده غسلنا الرز، هنسقطه هنا في الحلة شوية المية دول، ونقعد نقلب كده فيه لغاية ايه ما هيسلق في المية دي ويشرب المية دي كلها، وبعد كده هنرجع مع بعض نكمل ايه، نشوف احنا بنعمل ايه. رجعنا هون نقلب الرز لغاية ما يشرب المية. انتوا عارفين يا حبايبي انا بعمل الرز ده الساعة كام؟ تخيلوا الساعة 3 بالليل. محمد ابني طلب رز بلبن، فلازم طبعا اي حاجة يطلبها محمد لازم طبعا ايه احققها له. ده محمد ده الغالي، ما اقدرش يقول لي على حاجة وما عملهاش. ربنا يسعده يا رب هو واخواته. لغاية ما تشرب المية دي كلها والرز تحسيه ايه، واهم حاجة على نار هادية. النار الهادية دي بتخلي الاكل ايه لوز اللوز. اهو يا حبايبي كده شرب المية بتاعته، مش ولا نقطة مية، عشان نحطه ايه اللبن. هنجيب اللبن ونحطه. ادي دول 2 كيلو لبن، اللبن بخيره بقشطته بوشه كله كده جميل. الوش ده بس اللي تحت ده نشيله، ما يجراش حاجة. الوش ده قعر الحل على فكرة، عمل وش من تحت. ونقلب فيه، وطبعا كل ما تكوني موطية هيكون احسن، يديكي نتيجة احسن. والله الرز بلبن ده عايزاكم تجربوه، عسل العسل ولوز اللوز، واحلى من الجاهز 100 مرة، ونظافة. تفضلي تقلبي فيه كده، هيكمل سواه طبعا في اللبن. السكر انا بحب احطه دلوقتي عشان ايه الرزايه تبقى شاربه ايه من السكر، الرزايه تبقى شاربه من السكر كويس تستوي فيه. هتفضلي تقلبي كده لغايه ما ياخد ايه كام غلوه، او بيغلي معانا اهوت على نار هاديه. هنحط ايه، هنفك الفانيليا، نفك الكيس التاني، كيسين فانيليا لان فيهم حبة صغيرين يعني مش كتير، كيسين فانيليا. هنقلب كده. الله على الريحة، الله الله، تسلم ايدي. متنسونيش في اللايك، اهم حاجة اللايك عشان بيرفع الفيديو. ربنا يكرمكم يا رب. دوت كريم شانتيه، نحطه زي كده ونقعد نقلب. احلى رز بلبن بإذنك يا رب.
اه يا جماعه نفضل نقلب فيه كده، اهم حاجه التقليب. تفضلي واقفه جنبه. انا غسلت المواعين طبعا قبل ما ايه، قبل ما استوى، ما تسيبوهوش وتطلعي تتفرجي على قناه نور الصباح، يوميات نور الصباح. تروحي تسيبي الرز على النار وتطلعي تتفرجي على قناه نور الصباح، ما ينفعش. تقفي كده جنب حاجتك عشان تطلع اللوز. اللوز انا وقفت جنبي، اقلب شويه واغسل المواعين شويه، اقلب شويه واغسل المواعين شويه، عشان بحيث ان انا اطلع من المطبخ يكون ايه، مطبخي بايت زي الفل. اصحى بكره ايه على نشاط جديد، لكن اصحى الاقي المواعين كده في الحوض، ياه يبقى الواحد مش عايز يخش المطبخ. تبيتي مطبخ، مطبخك نظيف، تصحي يا سلام تبقى احسن نشاط واحسن حيويه. كده نرجع نحط الايه، القشطه. يا قشطه انتوا ناس زي القشطه، هنحط القشطه كده. عايزاكم بس تجربوا الطريقه دي وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها. والله رز بلبن مش عايزه احلف كتير يعني. القشطه كده طبعا ايه، لازم هتسيح وتدوب. انا على فكره مش بحب احط له نشا، بس ايه قلت احط له المره دي ايه عشان خاطركم، عشان في ناس كتير بتحب تحط له نشا، هو مش بيحتاج معايا نشا والله، بس انا حطيت له نسبه صغيره. والتحليه ده طبعا التحليه حسب الرغبه، الواحد السكر ده طبعا ايه عايزه كده عايزه كده، تبقى حسب الرغبه. السكر ملوش مقدار السكر يعني. سلام على الريحه، يا سلام. تفضلي تقلبي كده لغايه القشطه دي ما تدوب معاكي، هي بتبتدي تدوب. القشطه دي على فكره وش اللبن، بفضل احوش فيه احوش فيه. والله والله انا حوشت مره 2 كيلو وعملتهم سمنه، سيحتهم وعملتهم سمنه. بحتاجها في الرز المعمر، بحتاجها في الرز بلبن، عشان احنا كده كده العيال ما بيحبوش الوش ده اصلا، بطلعه برميه. طب ليه خساره؟ طب انا احوشه في علبه وفي الفريزر هتحتاجيه. اخر حاجه بقى هنحط شويه نشا صغيرين وندوبهم في كوبايه ونسقطهم عليهم، وكده ايه بالصلاه على النبي هيبقى الرز بتاعنا ايه، تمام التمام. سمي كده بالله واذكري واستغفري وانتي بتعملي حاجتك، والله العظيم الحاجه هتطلع زي الفل، يبقى فيها بركه كده ان شاء الله. واهم حاجه تكوني موطيه على الحاجه، اما تتوطي الحاجه كده تبقى كويسه. كده اهم شويه النشا فضيتهم في شويه لبن صغيرين، وهنسقطهم على الايه، على الرز، ونقلب. يا سلام يا سلام يا سلام، ايه الحلاوة دي. حطي لايك، حطي لايك، اوعي تنسي اللايك. كده يكون الرز بتاعنا ايه، خلص وتمام التمام. هروح نفضيه في الاطباق واوريهولكم. نغرف مع بعض كده، يا سلام يا سلام. ولو رز بلبن لو اعرف كل واحد بيته فين لابعت له طبق، بس الساعه 3 بالليل دلوقتي، انتوا صاحيين؟ ده بقت 3:30 كمان. صاحيين ولا نايمين زينا؟ احنا صاحيين، انتوا نايمين. وبكده كده يا حبايبي خلصنا الرز بتاعنا اللي زي العسل دوت، رز بلبن نص الليل دوت. حطيناه، عطيناه الوش في
في الفرن زي رز المحلات ده، تاكليه بقى ما شاء الله طعمه زي العسل. وبالهنا والشفا للي شاف، وبالهنا والشفا للي هياكل. وما تنسوش اللايك والشير وكومنت حلو زيكم كده والاشتراك، ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، ونتقابل مع بعض في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.